هو بيلاحظ، هو لاحظ ازاي الوقت اللي بيتغير فيه من الصيف للشتاء اللي احنا بنسميه الانقلاب الشتوي اللي هو 21 ديسمبر. فحابب يعمل علامة، والعلامة دي تكون موجودة في أكبر معبد عنده أو معابد، بقى هي اسمها معابد الكرنك لأنها مجموعة من المعابد، في أكبر مكان عنده، بحيث إن دي تبقى الإشارة إن ده الوقت اللي بيتغير فيه من الصيف للشتاء اللي احنا بنسميه الانقلاب الشتوي اللي هو 21 ديسمبر. إن هو يقدر يظبط ده، طبعا احنا عندنا اي مبنى يتحط على محور الشرق انا ممكن اعمل فيه الظاهره دي. هي الفكره بسيطه وعبقريتها في بساطتها. يعني هو ايه، احنا ممكن في العصر الحديث كده نعملها تاني، مفيش مشكله. وعلى فكره في المتحف المصري الكبير عملوه، وعندنا في يوم كذا في 21 فبراير بتتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني اللي موجود في المتحف المصري الكبير في البهو العظيم. عملوها من دراستهم للفكره اللي عملوها قدماء المصريين. يبقى اذا الفكره ممكن نكررها؟ اه ممكن نكررها. تمام. بس العبقريه ايه؟ ان انا قبل الاف السنين ويبقى عندي واحد مصري عملها. تمام. هي دي القصه اللي برضو نفسي ومنى عيني ان احنا ايه نفهمها كويس. ان اللي عمله المصريين مش من المستحيلات ولا حاجه. قدماء المصريين، يعني بناء الهرم وبناء ابو الهول مش مستحيلات ولا حاجه. بس انا بتقدم النهارده في سنه كام هم عملوها قبلي أيوة بكام الف سنه، هي دي العبقريه، جات لهم الفكره. هي دي العبقريه. أيوة. ان هو قبل الاف السنين قعد ولاحظ، خد بالك حضرتك الملاحظه دي ما بتجيش في يوم وليله. طبعا هو بتجريب، لان احنا عندنا الحضاره المصريه القديمه قائمه على التجريب. بناء الاهرامات قائم على التجريب. الموضوع ان يعني ايه التجريب؟ معلش، تجريب تجربه، يقرر يعني ان هو يعمل حاجه والحاجة دي تنجح في مرة وتفشل في مرة، فيبدأ يستنتج منها الصح ايه. وليه احنا لغاية دلوقتي بنقعد نتكلم على بناء الهرم ونقول ونعيد، وما يعني ما حدش فينا قدر يوصل لليقين اتعمل ازاي؟ طيب هو موضوع ده قديم. موضوع ان احنا ما وصلناش لليقين ده قديم. لا، الابحاث الاثرية والدراسات ولا احنا وصلنا عملوا ده، احنا اكتشفنا بردية كاملة بتتكلم ازاي الهرم اتبنى. والمراحل كمان بتاعة البناء، والكلام كمان عن المهندسين وكلام عن العمال ونظام العمل وازاي اتعمل، ان ده كانت وظيفة في مصر. أيوة. لا اتعمل بسخرة ولا اتعمل مش عارف بايه ولا ايه. امال ازاي طلع الحجر الكام طن ده، طلعه الكام دور فوق الجر احنا نعمل مثلا ايه، بنعمل قاعدة الاول ونعمل رام برمل ونجر الحجارة دي عليه ونرفعها ونحطها ايه في المستوى التالي. نفس الطريقة اللي بتحصل حاليا بس بآلات قديمة، بلاد بدائيه يدويه. طريقه الرمل، احنا حاليا لو عايزين نبني حاجه هنعمل مبنى ضخم جدا، بنعمل ايه؟ مش بننقل احجار بس، بننقلها بعربيات. هو كان بينقلها بالجر. وعلى فكره ده اتكرر في كذا عصر، زي ما بقول لك الحضاره المصريه ما بتنقطعش. يعني انا عندي مثلا جامع الناصر محمد بن قلاوون، كان الناس كانت بتشتغل دايما في موضوع الاثار ده. احنا عندنا علماء عرب مصريين اشتغلوا في موضوع الحفائر الاثريه قبل خالص الغربيين. اكتشفوا خبيئة عبارة عن حاجة وعشرين عمود حجري ضخم في الصعيد. تمام. في بربة في الأشمونين. السلطان قال لهم أنا عايزهم دول يتنقلوا مصر، يطلع على طول الناس الصنايعية ويخترعوا الأطواف ويحطوا عليها وعلى النيل تتنقل لغاية القلعة ويجروها ويحطوها فوق. فاللي صنع ده حفيد اللي صنع ده، بيديني الدليل العملي. عشان الدماغ ما تروحش الحتة بعيدة، أصل الهرم بناء عدو ثمود والسحر والشعوذه والفضائيين. لا يا حبيبي، ده المصري القديم اللي هو احنا، انا وحضراتكم بنفس الحجم ده، لكن في ناس طوال ولا عراض. المصري القديم بايديه وبفكره وبادواته اللي موجوده، اللي احنا لقينا اثارها بقاياها موجوده في مدينه العمال اللي اكتشفها الدكتور زاهي حواس. يعني هو كان عنده فكر اولا هندسي ويقدر يرسم ويخطط. وكان عنده فكره برضو الشمس وتطلع منين والفلك وتروح فين. خدي بالك حتى الزوايا بتاعت الثلاث اهرامات الشكل بتاعها مختلف برضو. تعامد الشمس في معابد الكرنك غير ابو سمبل شويه. ابو سمبل معبد واحد وثابت في المكان، فخلاص هو بيحصل فيه تعامد. انما معابد دي كذا معبد. ايوه. واتبنت في كذا عصر. ان الظاهره ما تختفيش. يعني هو بنى المعبد مثلا، يعني في الدولة الوسطى اتبنى المعبد الأولاني، وبعد كده في الدولة الحديثة اتبنى لغاية العصر ايه الروماني، وفي معابد بتتبني. ويفضل اللي بيبني حافظ على الظاهرة ما تختفيش. مفيش مبنى غطى
عليها او قفلها. فده ابن ده وده حفيد ده، فالفكر موجود، فالفكر موجود. واللي يجي بعد كده وفي العصور اللي بعد كده الاقي الظاهره، الاقي التسلسل الحضاري موجود. ده نفسي ومنى عيني. احنا عندنا الظاهره دي بالمناسبه موجوده في كنيسه في اعتقد وادي النطرون. لا مش بس لا في في كنيسه كان الاستاذ باشمهندس مجدي غريب كلمني كذا مره عليها وبعت لي الصور بتاعتها. انا رحتها انا بس عكس اتعملت في كذا كنيسه الملاك، اتعملت في كذا كنيسه. وعلى فكره ظاهره التعامل تعبت في كذا جامع يعني موجوده. هو المعماري الفكره حفيد الراجل اللي اشتغل. بس كنت في مره في زياره في ترميمات اللي بتجرى حاليا في القاهره التاريخيه، فقابلت واحد نحات راجل كبير في السن وماسك اللي هي زي المطرقه كده ضخمه وعمال ينحت في الحجر بيسويه بشكل محترف جدا وبسرعه جدا. فبساله بقى انت حضرتك بقالك قد ايه؟ قال لي لا بقالك قد ايه؟ ده انا واخدها من عمي وعمي واخدها من ابوه وابوه واخدها من جده. احنا بقالنا مثلا عيلتهم دي بقالها يجي 400 سنه بتشتغل في الشغلانه دي. فهي واخداها من مين؟ من اللي قبليهم. حضرتك لو عايز تعمل اي ترميم لاي تماثيل ضخمه وتعمل عمليه رفع ليها وتظبطها تروح تجيب العمال من قفط قفط الصعيد. ايوه تحديدا المتخصصين ورثت ايوه ورثه الصناعه المتخصصين في كان زمان في كليه الاثار ويمكن لغايه دلوقتي يجيبوا الصنايعيه المحترفين يدرسوا للطلبه فنون الاخشاب.